السلام عليكم. الدرس الرابع من أساسيات الـ CSS. عملنا قبل كده الدروس اللي فاتت الـ B والـ H1، وعرفنا الـ B اللي هو البراجراف، اللي هو بنسق منه التكست العام بتاع الويب سايت بتاعي أو الصفحة بتاعتي، والـ H1 اللي هو العنوان بتاعي أو الهيد 1 بتاعي، وممكن كمان أضيف الهيد 2 والهيد 3 بنفس الطريقة بتاعت الهيد 1. طيب يعني ممكن أعمل من هنا هيد 2 وبعدين أخد 2 كده، وممكن أعمل كمان هيد 3 ممكن أخد 2 كده، طب الكليك وأكتب في النص زي ما أنا عايز بنفس الشكل. طيب إيه الطريقة الاسهل من كده؟ معقول ما فيش طريقه اسهل؟ لا، في ممكن اختصر لك الهيد 1 والهيد 2 بدل ما انك تعيد ده كله في الهيد 1 والهيد 2. لا، ما احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه خالص، نعمل كوما وبعدين اتش 1 من كوما واتش اتش 3 اتش 2 اتش 3، يبقى انا كده ممكن احطهم في الخواص المشتركه بينهم. يعني ما ينفعش H1 احط الفونت سايز نفس ال H2 نفس ال H3 بنفس الكلر بنفس كل ده، ما ينفعش. فانا على الاقل هاخد الفونت سايز ده وهغير ال H1 و H3. خلينا نشوف الموضوع ايه. طيب ال H2 ال H2 هيكون مختلف في ال H1 في الكلام ده كله. فانا ممكن اعمل هنا ناخد الفونت سايز نقطتين وبقول له خلي لي دي 18 بي اكس بيكسل، وبقول له في ال H3 خلي لي الفونت سايز حجم الخط 15 وبقول 2 فوق بعض. يبقى انا كده عملت حاجة زي دي. شايف هنا الكود طالما ما عملش اللون ده يبقى في حاجه غلط. يبقى انا المفروض كنت اروح جاي بشيفت اروح عامل كده اهو، الكود اتظبط معايا وشيفت اروح عامل كده، كده الكود ظبط معايا. بعمل كنترول اس بروح على الاندكس، انا عايز امسح خلاص، مش عايز الكلام الانجليزي ده كله، هنشتغل العربي كله، واخد كل الكلام العربي دي بكنترول سي وانزل تحت كنترول في وانزل تحت شوية كنترول في عشان اطبق واشوف التأثير بتاع كل ده. طيب زي ما اتعودنا اروح على الكود وبلاقي هنا ال H1 هنا ده احنا عاملينه بالبي، يبقى البي عندي هناك حجمه 18 نفس حجم الايه الاتش، لا انا عايزه مختلف خالص، ده هيبقى مثلا حجمه 12 بس. كنترول سي كنترول اس بروح هنا على الديزاين بلاقي كله خد الحجم 12. طيب انا عايز ده حجمه 12 وده H1 ده B H1 H2 H3 عشان أعرف الفرق. طيب ده B خلاص مش هنيجي ناحيته. هنا الباراجراف التاني هنخليه بال H1 الباراجراف التالت هنخليه ب H2 الباراجراف الرابع هنخليه ب H3 كنترول سيف. تعال نشوف الديزاين، يبقى عمل لي حاجة زي كده، وحد لي الخواص في حاجات معينة واختلف معايا في حاجات معينة زي ما انا عملت له في ال CSS. وحد لي H1 و H2 و H3 في الفونت كولر وفي التكست الاينمنت اللي هو جاي من اليمين للشمال، بس
خلاني اختلف فيه مع في السايز بتاعه. طيب انا عايز اغير الكالر خالص، قلنا هنا ممكن نعمل بتاب من الكيبورد، هنقول كالر وليكن اللون ده، اقفل وال H3 الكالر باللون مثلا الاخضر واقفل القوس، بعمل سيف، بروح على الاندكس بلاقي عندي الكلام ده كله. وكمان ممكن اختار بقى خلاص، يعني عرفت الفونت بانواعه، الفونت سايز والشكل الكلام والحاجات كتير جدا ممكن تقدر، بس ده البيزك بتاعها انك تقدر تدير جوه السي اس اس الاكواد بتاعتك وتعملها ايه وتعمل ايه، المتشابه منها ازاي والمختلف منها ازاي، وتفرده ازاي مع بعض وتوفقوا ازاي مع بعض. هنا يبقى النتيجة النهائية معايا بالشكل ده. طيب عندي انا عايز اغير الكلام اللي هو البين باراجراف، مش معقول بقى يعني كل الويب سايت هيبقى مجرد ما احط البي هيديني الخط ده وبنفس الخواص. انا عايز اعمل حاجة مثلا قطعة معينة في حتة معينة بطريقة تانية خالص غير الكلام ده، يبقى بنفس الكلام ده بس بلون تاني مثلا او اي خواص تاني. في حاجة اسمها عشان تعمل كده، طالما هتعمل حاجة خاصة جوه التاج يبقى البي ده تاج، حاجة خاصة جوه، حاجة اسمها الكلاس او كلاسز. الكلاس ده بيترجم جوه السي اس اس بعلامة نقطة نقطة كده من الكيبورد كده، خلاص بقى ده اتعرف ان ده كلاس، بحطه مع البي او مع اي او الاتش او الكلام ده بيديني خاصية الكلاس ده. طيب الكلاس ده اسمه توب، اسمه ميدل، اسمه بوتوم، اسمه ابو اسماعيل، اي حاجة والله، يعني ابو اسماعيل اهو. وبعدين بعمل اتنين وبقول ده هيبقى لونه الكالر، واختار اللون ده مثلا واقفل، وهعمل كمان كلاس تاني اسمه ام اسماعيل، يلا ناخد عيلة اسماعيل كلها، وهنقول ده الكلر بتاعه مثلا الطوبي ده مثلا. طيب هنا هزود الفونت، سايز هخليه مس اكبر شوية 12 بكسل، واقفل هخليه 13 بكسل، عايز اكبر ده شوية. يبقى هنعمل كنترول اس وهنروح على الاندكس وهفتح الكود بتاعها وهدي في الاتش 1 هخليه بي، وهروح هناك هقفل البي برضو، وهروح على بداية البي بعدها كده هكتب كلاس اهو، او مع بعمل انتر بيديني خاصية الكلاس، بعمل انتر بيقول لي انت حاطط اتنين كلاس في السي اس بتاعتك، ابو اسماعيل ولا ام اسماعيل، انا هقول له ابو اسماعيل. كنترول اس بروح على الديزاين بلاقيه اداني التصميم بتاع ابو اسماعيل، طب عايزين ام اسماعيل هنا، يبقى البي واغير ببي هنا، وبروح على بي كده واكتب بلس اهو، ظهر لي بضغط بالماوس او انتر دبل كليك كده، بقول له اديني ام اسماعيل بالشكل ده، بروح هناك في الديزاين بلاقي ام اسماعيل شرفت هنا اهي،
يبقى معايا الكلاسز، واقدر ازاي اي كلاس باي اسم. طبعا انت مش هتكتب ام اسماعيل او ابو اسماعيل، يعني انت هتكتب طب مثلا، او يعني بلاش لحسن، هنخليها مثلا طب، وهنا بوتوم، وهنا ميدل مثلا، كنترول اس. هو طبعا مش هيقراه خلاص لاني ما غيرتلوش اسم الكلاس. هنا هقول له الكلاس ده اسمه توب، وهنا اسمه ميدل، كنترول اس، بلاقي توب والميدل ظهروا عندي، وهكذا بالنسبة للكلاسز.